ينضم إلينا من غازي عنتاب الباحث السياسي. سعد الشارع، أهلا بك معنا. لو نضع هذا التصعيد في إطاره، إلى أين سيذهب؟ هل هذه الاستهدافات ويعني الفعل ورد الفعل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، سواء في اليمن أو في شرق سوريا، خاصة منطقة البوكمال ودير الزور، هل الوضع ذاهب نحو اتساع رقعة الحرب؟ نعم، تحية لك يا وللسادة المشاهدين. بداية، هذه المنطقة التي تشهد التصعيد في الساعات الأخيرة هي حوض الفرات، منطقة حوض الفرات في محافظة دير الزور. هذه المنطقة يفصل نهر الفرات تقريبا كلا المشروعين، المشروع الأول هو للولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم فيه قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الجزيرة السورية، والذي يحوي القواعد العسكرية التي تم استهدافها. نتحدث هنا عن معمل غاز كونيكو وأيضا حقل العمر النفطي، بينما الضفة الغربية من نهر الفرات التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية بشكل جدا كبير. ونتحدث هنا عن المنطقة المحصورة بين مطار دير الزور العسكري والحدود العراقية. هذه المنطقة طولها تقريبا 100 كيلومتر، توليها الميليشيات الإيرانية اهتماما كبيرا، لأنها المنطقة الوحيدة التي تحظر الطريق الوحيد الذي يربط مناطق سيطرة ونفوذ إيران بين سوريا والعراق. فهذه المنطقة قبل عملية الاستهداف من قبل الميليشيات القاعدة الأمريكية في الأردن، والتي أدت إلى مقتل 3 عناصر من القوات الأمريكية، كانت هذه المنطقة أشبه بصندوق بريد أمني بين الطرفين. تقريبا بشكل مستمر هناك استهدافات متبادلة، ويبدو في ذلك الوقت حقيقة أن السياسة الأمريكية هي لم تكن سياسة ردعية، هي كانت تكون سياسة دفاعية. عندما يتم استهداف النقاط والقواعد العسكرية الأمريكية، ترد الولايات المتحدة الأمريكية على مصادر النيران، ولم تحاول في أي مرة من المرات واشنطن أن تذهب إلى بعد من ذلك، أن تخمد هذه المصادر إلى الأبد، أو أن تحاول تغيير شكل السيطرة. أيضا يمكن القول أنه ما زالت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على عدم الانزلاق الكامل لحرب مفتوحة مع إيران، خاصة في نتحدث هنا عن سوريا والعراق، والأمر أيضا مسحوب على اليمن الذي هو تأثر بفعل ما حدث في غزة بعد 7 أكتوبر. لكن بالمجمل يمكن القول أن السياسة الأمريكية هي تريد بقاء قواعد الاشتباك المفروضة في هذه المنطقة سارية. من جهة لا تريد هذه الحرب المفتوحة، هي ذاهبة، أتحدث عن الديمقراطيين ذاهبون إلى انتخابات، ويبدو أن أي عمل عسكري تصعيدي كبير مفتوح هو ربما يضع الديمقراطيين بموقف مأزق صعب داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمقابل أيضا السياسة الإيرانية هي فهمت حدود الوضع الأمريكي، لذلك أيضا لا تريد هي حرب مفتوحة، لأنها تدرك أي حرب مفتوحة هذا يعني أنها سوف تخسر كل مكتسباتها أو جزء كبير من مكتسباتها بالمنطقة العربية خلال 10 سنوات الأخيرة، بعد أن حققت حقيقة يعني حضور جدا كبير على الصعيد العسكري والأمني وأيضا الاجتماعي والديني في العراق وسوريا. وبالتالي أي حرب مفتوحة بين الطرفين هذا يؤدي بالضرورة إلى تغير شكل الخارطة العسكرية، وكل الأطراف أعتقد أنها لا تريد ذلك. لذلك مستويات التصعيد هي وإن توسعت، وإن يعني كانت الرقعة الجغرافية أبعد من ذلك، أبعد من دير الزور، من المحتمل أن يكون هناك حتى قصف على وسط سوريا، على محافظة حمص، ربما حتى الأجزاء الشرقية من محافظة حلب، محيط مطار دمشق الدولي هو أيضا يعني الاحتمالات تقول أنه ربما أيضا يتعرض لقصف نظرا لوجود عدد كبير وكم كبير من مواقع الميليشيات الإيرانية. لكن وإن توسع هذا القصف، لكن نعتقد أنه يبقى ضمن قواعد الاشتباك المتفاهم عليها، ولا نقول متفق عليها، بين هذه الأطراف. ربما هناك تيارات كبيرة أو قوة كبيرة تحاول أن تدفع بأن يكون هناك انزلاق للأمور أكثر، والإشارة هنا تحديدا إلى إسرائيل. يعني السياسة الإسرائيلية كانت تريد أن تنفتح الأمور أكثر مع إيران، حتى ما قبل غزة، لكن بعد غزة زاد هذا التكثيف من قبل إسرائيل، لأن يكون هناك ضربات جدا كبيرة على الميليشيات الإيرانية أو حتى على إيران، سواء داخل إيران أو لمصالحها في الدول العربية. لكن يبدو أن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لكبح جماح الإسرائيليين، لعدم
عدم الذهاب إلى حرب مفتوحة، هو من انتصر إن صح التعبير، انتصرت هذه السياسة في الأيام الأخيرة. والأمور حقيقة هي رهن ما هي ردود الأفعال. إذا قسنا حتى ردود الأفعال من قبل الميليشيات الإيرانية فهي كالمعتاد سابقا، يعني عبارة عن قصف. ما حصل في معمل غاز كونيكو هو قصف، ونستطيع القول هنا أن هذا القصف هو اعتيادي. تقريبا كل أسبوع في الفترة الماضية كان يكون هناك قصف متبادل بين الطرفين. أسألك عن نقطة مهمة عرجت عنها، وهي موضوع أن إسرائيل هي من تريد توسيع الصراع في المنطقة وتجر الولايات المتحدة الأمريكية لذلك. هناك قراءات أخرى تقول بأن إسرائيل غير معنية بتوسيع رقعة الصراع، بل هي تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تركز أكثر على الحرب على غزة، طبعا للانفراد بالمقاومة الفلسطينية وعدم التشتت مع ربما جبهات أخرى. نعم، حقيقة سؤال جدا مهم، وأعتقد أن الإجابة عليه يجب أن يكون بموضوعية. أنا لا أعتقد أن لأمريكا وإسرائيل إشكالية في الوجود الإيراني في سوريا، هي لديها إشكالية في شكل هذا الوجود، أي أن المحظورات التي كانت تسعى بشكل جدا كبير إسرائيل لعدم ارتكابها من قبل إيران هي عدة محظورات. أولى هذه المحظورات ألا تتواجد الميليشيات الإيرانية في نقاط معينة، والإشارة هنا إلى الجنوب السوري الذي هو قريب من حدود الكيان الإسرائيلي، ألا يتم استخدام جماعات سنية من قبل إيران، وهذا ما سعت إليه إيران خلال السنوات الأخيرة بتجنيد مجموعات من العرب السنة داخل سوريا. والأمر الثالث وهو المهم هو أن لا يتم الاستفادة من هذا الطريق البري الذي افتتحته إيران، والذي هو يمد مناطق سيطرة ونفوذ إيران ابتداء من طهران مرورا ببغداد فدمشق وصولا حتى بيروت على المياه الدافية. أن لا يتم استخدام هذا الطريق من قبل جماعات يعتبرها الكيان الإسرائيلي أنها جماعات خطيرة، الإشارة هنا إلى حماس أو حتى بعض الجماعات الموجودة في هذه المنطقة. لذلك شكل وجود الميليشيات الإيرانية هو ربما يكون محض تبادل يعني وجهات النظر بين الإسرائيلي من جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، لأن إسرائيل هي تدرك تماما أن أي توسع لنفوذ إيران هو ربما لن يكون منضبط في الفترة القادمة. إيران عندما توسعت في العراق فهي تمتلك حاضنة جيدة نوعا ما استنادا إلى وجود الشيعة في تلك المنطقة، وأيضا في لبنان لوجود حزب الله اللبناني. لكن الخطورة هي حقيقة في سوريا، لأن القراءة تقول أنه ليس هناك أي أرضية لتواجد إيران مستقبلا في سوريا نظرا لعدم توافر الحواضن المجتمعية وما شابه ذلك. لذلك تذهب إيران إلى عمليات تجنيد مغايرة التي اعتمدتها في العراق في لبنان وفي اليمن، هنا تجنيد داخل الحواضن السنية، وهذا ما تعتبره حقيقة إسرائيل خطير، وربما تبحث عن حلول مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل هذه المعضلة. تحدثت عن التواجد الإيراني في سوريا الذي ربما يشكل فقط خطر في شكله وليس في التواجد بحد ذاته على الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة طبعا، وكذلك على إسرائيل. متى نقول بأن التواجد الإيراني في سوريا مهدد بالزوال، خاصة بعد التهديدات الأمريكية بالرد بشكل انتقامي ومتواصل؟ يعني القراءات الحالية حتى للفترة القريبة جدا هي ربما تشير أنه لا مخاطر كبيرة من وجود إيران على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل، لأن يعني عملية السجال الأمني هي كانت نوعا ما منضبطة، قذائف بسيطة يعني يتم تبادل إطلاقها بين الطرفين، فلا يوجد أي تهديد كبير. يعني لم نشاهد حقيقة أن قامت الميليشيات الإيرانية بأعمال عدائية أو أعمال هجومية ضد الولايات المتحدة الأمريكية كانت خطيرة، كاستهداف قوي لنقاط ارتكاز أساسية، كمحاولة اختطاف لجنود أمريكان على سبيل المثال، أو حتى لضرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا في سوريا لديها حلفاء على الأرض، هي قوات سوريا الديمقراطية
الديمقراطية. فحتى عملية التعامل بين إيران وبين قوات سوريا الديمقراطية هو لا يعني عدائية بشكل جدا كبير. لذلك الإشارات التي قدمتها إيران في سوريا للولايات المتحدة الأمريكية التقطتها واشنطن، ورأت أنه لا مخاطر كبيرة يمكن حتى هذه المخاطر السيطرة عليها من خلال يعني سياسة ردع بسيطة، من خلال قواعد اشتباك مفروضة معينة. إذا ما تغيرت الأمور، وهذا حقيقة مستبعد داخل طهران، أن يصل إلى قيادات فيلق القدس أو الحرس الثوري الإيراني، قوات البسيج، هم قيادات تريد بالفعل أن توجه ضربات الولايات المتحدة الأمريكية، فهنا يكون حتما على واشنطن أن تغير سياستها. أو حقيقة إذا ما وصلت إدارة أمريكية جديدة إلى البيت الأبيض، ونسمع بين الفينة والأخرى صيحات من بعض الجمهوريين أنهم نادمون على السياسة القديمة، سواء من قبل كلا الحزبين اتجاه حضور إيران في هذه المنطقة، ربما يعني في إدارة جمهورية معينة بعض هذه الشخصيات داخل الجمهورية ربما تريد بالفعل أن تعيد ترتيب أوراق اللعبة في هذه المنطقة، وأن تمنع أي تمادي كبير للميليشيات الإيرانية. ويبقى أمر جدا مهم أن سقوط النظام في دمشق هذا يعني تغير لشكل وجود معظم القوى الموجودة في سوريا، وعلى رأسها الميليشيات الإيرانية. الميليشيات الإيرانية في سوريا حضورها في سوريا مختلف عن باقي البلدان، لأنه حقيقة لا يوجد أي يعني حواضن مجتمعي عليهم، لا يوجد حتى أقليات تؤيدهم، حتى بما فيهم حتى العلويون لا يؤيدون كثيرا وجود الميليشيات الإيرانية في سوريا. فتغير هذه الأمور الثلاثة هو سوف ينعكس بشكل جدا كبير على حضور الميليشيات الإيرانية، ويبقى الأمر هو مفتوح على يعني على نطاقه الأمني. إذا ما حصل خرق أمني جدا كبير يتوجب أن يكون هناك رد، وأن يكون هناك ضغط لأن تغير على أقل تقدير أو يغير على أقل تقدير شكل الخارطة العسكرية والأمنية في سوريا، وهذا سوف يؤثر بشكل واضح على حضور وارتكاز الميليشيات الإيرانية. طيب بالمعطيات الحالية، وجود الميليشيات الإيرانية إلى أي مدى ممكن أن يهدد الوجود العسكري الأمريكي؟ إلى أي مدى تتحمل القواعد العسكرية الأمريكية والوجود العسكري الأمريكي الضربات الإيرانية؟ يعني سمعنا كثيرا أنه هناك حالة صراع، حالة اختلاف وجهات النظر داخل الإدارة الأمريكية، تحديدا بين إن صح التعبير بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية. ما زال البيت الأبيض هو لا يريد حرب مفتوحة مع إيران. بالمقابل التقارير التي تأتي من الأرض، سمعنا حتى في بعض التوصيفات تقول أنها تقارير مخزية، أنه العسكريين من الجيش الأمريكي باتوا خجلون أمام عناصرهم لعدم الرد لهذه الانتهاكات التي تقوم فيها الميليشيات الإيرانية. في زمان آخر وفي مكان آخر كان أي عملية احتكاك مع مصالح أمريكية يكون الرد الأمريكي كبير وقاسي، وهذا ما يعني تعلمه الجيش الأمريكي. لكن هنا الحالة مختلفة هنا في سوريا، فربما أيضا هذا الأمر يعني هو يساعد بشكل جدا كبير. من ناحية عسكرية، سؤالك سيدتي يعني تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لتموضعها الجغرافي في سوريا تستطيع أن تغير شكل السيطرة العسكرية بالنسبة للميليشيات الإيرانية بفترة زمنية جدا قليلة؟ هي تتواجد في منطقة الجزيرة السورية التي هي تسمى منطقة شرق الفرات، وتتواجد أيضا في قاعدة التنف العسكري. بين كلا المنطقتين يمر الطريق البري الوحيد لمناطق سيطرة ونفوذ إيران، وهو الذي يمر من مدينة القائمة العراقية يدخل إلى سوريا عبر مدينة البوكمال. تستطيع حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بوقت زمني جدا قصير، ربما نتحدث هنا حتى عن ساعات وليس أيام، أن تقطع هذا الطريق. في حال قطع هذا الطريق انقطع الشريان الرئيسي الذي يغذي إيران بين العراق وسوريا، وبالتالي نكون هنا دخلنا إلى مرحلة جديدة يتتطلب على إيران أن تغير ليس فقط سياستها بل تغير حتى وجودها العسكري والأمني، لأنه يكون لزاما على إيران عندما تريد أن تتنقل بين العراق وسوريا أن تتنقل عبر الجو والمطارات في سوريا هي مرصودة من قبل إسرائيل. لذلك أدوات أمريكا كثيرة في هذه المنطقة، الأمر هو مردود ومحكوم بيد السياسة. لماذا لم تستعمل الولايات المتحدة أي من تلك الأدوات؟ هل الصراع ينحصر بين الأخذ والرد داخل سوريا ولا يريد أي طرف من الطرفين إخراج الآخر من البلاد؟
يعني هذا سؤال كبير سيدتي، وأعتقد أنه يرجع إلى سياسة أمريكا ليس فقط في سوريا، في الشرق الأوسط. سواء كان هذا الكلام يرضي البعض أو يغضبه، لكن حقيقة القراءات تقول أن السياسة الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط هي تتطلب وجود أقطاب. قطب تركي دخل إلى المنطقة منذ 10 سنوات، أيضا الروس دخلوا إلى هذه المنطقة. يبدو أن أمريكا أرادت الانسحاب من المعارك الإقليمية، أرادت أن تتفرغ إلى معارك كبيرة، وتركت المشاكل الإقليمية تحل ضمن الإقليم. وهذه يعني سياسة الأقطاب هي أيضا تتطلب أن يكون هناك قطب إيراني. هنا لا أقول، يعني أنا لا أذهب لعقلية المؤامرة، لكن حقيقة المعطيات على الأرض أنه خلال 10 سنوات تتمكن إيران من سيطرة على عواصم عربية جدا كبيرة. تقريبا الجهة الشمالية والشرقية للوطن العربي أصبحت تحت سيطرة ونفوذ إيران. هذا لا يأتي فقط بقوة إيرانية، هذا يأتي حتما هناك تسهيلات قدمت بين الفين والآخر. ولدينا عدة أمثلة، يعني إذا كان الوقت يسمح، المثال هنا في سوريا، في البادية السورية، وهي ذات المنطقة حاليا التي تشهد هنا تشهد صراع. في فترة زمنية معينة تمكنت فصائل المعارضة السورية من طرد تنظيم داعش من ما يسمى البادية الشامية، وكانت تدخل إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور التي تحدثت عنها في بداية أسئلتك. لكن تفاهمات ما عرف لاحقا بتفاهمات كيري لافروف، وهما وزيري خارجية روسيا وأمريكا، أو نعم أوقفا الدعم، أوقفت أمريكا الدعم عن فصائل المعارضة، وعادت إلى ما يسمى حاليا منطقة 55، وتقدمت الميليشيات الإيرانية من محاور تدمر الشرقية، ودخلت إلى مدينتي الميادين والبوكمال، وشكلت أو هيئت ما يسمى حاليا بالهلال الشيعي. لذلك بعض حتى التحركات على الأرض كانت توحي بطريقة أو أخرى أن كان هناك يعني غض طرف أو غض بصر عن بعض التحركات الإيرانية. وهذا يدل بالمجمل اليوم عندما نتحدث عن الوجود الإيراني في بغداد، في دمشق، في اليمن، في لبنان، هناك محاولات إيرانية أيضا للدخول إلى دول أو عواصم عربية أخرى. توحى الأمور أن هناك تشكيل جديد في الشرق الأوسط يتطلب بحسب الرؤية الغربية أو الرؤية الأمريكية تحديدا أن يكون هناك أقطاب، وأحد هذه الأقطاب هو القطب الإيراني. أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي سعد الشرع، كنت معنا من غازي عنتاب.